مرحبا بك اخي عدنان، برنامج دودو في اي بي. السلام عليكم. مرحبا بك اخي. اخي عدنان، من اللي جا عندنا حنايا لهاد الصالون هذا تيزول التاسكيطة، عملوك عاود شي مشيطة تيرس راس. قول لي اخي عدنان، واش من تحسينا بغيتي؟ واش من تسكسيفة؟ من اللي بغيتها اخي للطوق ديالي. بغيتي شي واحد يقول لي شي نهار اللي شي مشيطة؟ علمني كيف ننساك، كيف ما انت نسيتني، انت اللي قلبي بغاك، عمري فاهميني، عقلي غير معاك، صورتك في عيني، اللي بغيت نعيش حداك جرحتيني. خي عدنا، امشي على الساحة الفنية يا خاودي. ضروري اخي، ما عندك ما تعمل، مش احنا اللي كنغبروا، راه الوقت وبنادم اللي كيجي عليك تغبر. والله العالم اخي غبروك على هذا اللي بحال اللي غبروك على هذه الساحه الفنيه. والله العالم، شنو كتشوف دابا؟ كتكون ماشي في واحد الطريق و كتب شي لك دابا في هذا الوقت، اي فنان عنده واحد العراقيل واحد المشاكل كيوقعوا له يخليوه يغبر ويرجع ويغبر ويرجع. اي فنان كلشي، لا والو كلشي. الله يا اخي، وانا تشوف ان انا زاط من غادي فيه. كل واحد كيوقع له مشاكل، فهمتي؟ اش كيغبر كيغبر، ومن بعد الا كان ديك الساعه اليس كيرجع يكمل عاود بحال اللي كان يقدر يزيد. حنا يا اخي وقعوا لنا فهمنا اخي، بوبليكو خصو يعرف المشاكل اللي واقعين لك اخي، خصهم يعرفوا عليك شي حاجه، شي مشكل خصهم يعرفوا الناس علاش غبرت. خي دودو، كنا ماشيين في واحد الطريق مزيانه، فهمتي؟ واي واحد كيكون ماشي مزيان راح كيحاول بنادم يهرسو ويطيحو، فهمتي؟ حاولوا يهرسو ويوقف سكت عرف اش نقول لك اخي، حنا وقعنا مشكل وكذا، دابا رجعنا على الساحه الفنيه بحال اللي كيعرفونا شحال هادي حنا معاهم. عدنان فين اخي؟ من داك البرنامج ما شفناك اخي، شنو وقع لك اخي عدنان؟ خص لي زامي ديالك ولي فان ديالك يعرفوك، شنو وقع لك؟ عاودنا شنو وقع لك اخي عدنان؟ وقع لي برنامج بيك اب، ايه كنا ماشي في واحد الطريق مزيان اخي، ما بغاو يهرسونا شاتان ما العادي. حنا من النوم طيحنا شي وديدنا وقفنا العادي. الحمد لله. ضروري اي واحد كيكون عاطيش، الا ما كانوش عندك الناس اللي خصهم يطيحوك راه عمرك توصل، فهمت؟ عرف راسك ما عامل والو. شنو وقع لك اخي عدنان؟ بزاف. منين بدالك؟ بدالي اخي عدنان، بدالي خصني فاني عارف واحد. اول حاجه اتهمونا، دخلونا للحبس لا يوصل له شي مسلم. والله ديك وقع لي واحد المشكل. المهم دابا بزاف د الفنانين في المغرب ولا في هذيك كيبغيو يهرسوهم كيعملوا لهم قضيه د الاغتصاب، فهمتي؟ وقع لي مشكل في الدخل ولا الاغتصاب، المهم بزاف د الحاجات والحمد لله عملوا لي اختطاف. دابا انا نختطف ونحتاجز ونغتصب، الله يهدي ما خلق السلام. المهم الحمد لله، المهم الخلاصه هي براءة، فهمتيني؟ لاني كيكون الحمد لله هذه الحاجه شي انا هذه الحاجات هذو ملي كيزيد هي اللي زادت بعدا حفزتني خلاتني نزيد نخدم لك الكاركتر ديالي. هذه دابا هذه اللي عملت لك اختطاف وكذا قال لك هذا المشكل، هذا شحال تقبضتي فيه؟ دوزت 4 شهور جنائيه، 4 شهور ديال التحقيق. هاد 4 شهور هادي حيت دخلتي للمشكل الحبس، شنو وقع لك؟ شكون انت مدهشر وشني؟ ها عرفتي شو كنا ماشيين في واحد الطريق، شنو نقول لك؟ كان بنادم كيتلاقى كيتصور معاك، فهمتيني؟ بزاف الحاج كتكون في واحد الجو في شكل، ملي كتدخل لواحد بلاصه
خدري تشوطو فيك فهمتي. يلا درت تشوطو فيك حق روك وانتينا في واحد البلاصه ماشي اي واحد كتعتبر مجرم فهمتيني. وكيفاش بحال هذا المجرم هذا ومن بعد ما عرفوكش راك ماشي مجرم؟ لا ولكن اي ملي كتوصل لديك السجن كتعتبر تينا مجرم فهمتيني. وكيقول لك متهم المهم كيقول لك متهم بارئ حتى تثبت ادانته، ولكن بما انك في ديك البلاصه هذه كتعامل فحالك فحال اي واحد، واحد قاتل، واحد فهمتي سارق، واحد فهمتي. وبزاف غالبا ما كيكونوا الناس مظلومين لا يطلق صراحه. وهاد العائله هذه حيت خرجتي وجوجتي بها؟ جوجت بها براءة. جوجنا براءة اخي دودو الحمد لله. براءة عندك طول ديك الجهه الله يعطيك الصحة الصراحة. اي والله وانا كنسمعوا بك ماشي كنسمعوا بك باش جينا نعرف. الله يرحم والديك. يعني هذا السبب هذا هو اللي خلاك تهرب على الجمهور ديالك ياك اخي؟ يعني هذا من الاسباب وصافي. بزاف كاين بزاف الاسباب، ولكن هذا السبب الرئيسي هو اللي هو هذا اللي خلاني نغبر. واش نقول لك وصافي، ملي كتجبر الدومين فيه بزاف الاعداء صافي كتمل فهمتي بحال اللي كتمل. علاش هاد الاعداء؟ انت عندك شي اعداء تفاد الدومين هذا الراي؟ ما كاينش شي حاجه ما فيها ما يكونش في شي، الا كنتي عاطي ضروري يكونوا عندك الاعداء فهمتيني. وحنايا كنحاولوا زعما فهمتي نهربوا. دابا تيجيب لك الله دابا انت عاطي اش دابا انا في هاد الساعه هادي ما عطينا والو فهمت، ولكن ان شاء الله دابا ماشي في واحد الطريق ان شاء الله اللي كنظن غنوصل لشي حاجه من داكشي اللي خصني نوصل له. والانسان شويه بشويه كيوصل، شي الا عملتي شي نقطه بغارت عينك توصل لها غتوصل لها فهمتيني. امين. انت داير عاود انت داير واحد النقطه خصك توصل لها انت ماشي زعما فهمتي زعما الله يعطيك الصحه. وهكذاك حنايا كل واحد الدومين ديالو كيفاش فهمتي كيفاش خصو يوصل. بعد من يخلي اللي فيا يكفيني، الحب اللي جمعنا هو اليوم يفرقنا. قلت كان بغي قلتي كتبغيني، قلتيها ألف مرة ما بقتش عندها معنى. خي عدنان شنو ديك راه ديولك هاد الشعر هذا شويش ياه؟ أقول لي أخي عدنان شنو الجديد ديالك؟ الجديد ديالي ان شاء الله كاين بزاف الاغاني خدام فيهم اللي غادي يخرجوا. دابا كاينه واحد كوفر من موراها اغنيه اسمها الاميره ان شاء الله هي لها مبازل واميره اخي اميره اخي اميره انت اخي اميره باش تشوف الاميره مزيونه. لا والو ماشي معنى الأميرة. الأميرة هي قصة واحدة البنت فهمتي، كانت واحدة أميرة من بعد رجعت بنت الليل تزانقة فهمتي. أنا كنعاود قصة فهمتي. هي الأغنية دابا اللي خدام لها إن شاء الله غتكون عند خويا رضوان بيت فلونس إجلا عنده كليب إن شاء الله غيكون. طبعا تحيه خاصه خويا رضوان هي كاع الفنانه ديالنا. هي تحيه لي زارتيست اللي قلبهم بياض فهمتيني. كل اخراج يكون الاخراج د خويا هشام بخاري و الكلمات د جروب كي خيروس اشرف عاقل ونزار مرابط نزار فيلسوف. ان شاء الله تكون اغنيه في مستوى وتعجب كل شيء انا متاكد هذا الشيء اللي بغينا. يلا نتمنى تعجبكم حتى نتوما ضروري. يلا هانتينا اخي كيراتي انتي راس راس شاورتي راس راس شنو يبان لك اخي؟ ها صحته المرضي ديالي. مرحبا بكم مرحبا بكم عند خويا دودو. اي والله احفيك الجنه و مرحبا. علمني كيف ننساك
كيف ما انت نسيتيني انت اللي قلبي بغاك عمري فاهميني عقلي غير معاك صورتك في عيني اللي بغيت نعيش حداك جرحتيني علمني كيف ما انساك كيف ما انت نسيتيني انت اللي قلبي بغاك عمري فاهميني عقلي غير معاك اللي بغيت نعيش حداك جرحتيني انا اللي عطيتك قلبي وانت ما عرفت تسوق انا علمتك تحب انت تعلمتي تخون الله يرحم بابك اخي انت نقي عندنا انا تيرس رس تيرس رس تيرس رس كاين هي تيري عليه بالخير اخي بس تعجبني الحقيقه في الدقيقه هانتينا الحقيقة دقيقة قول لي أخي عدنان أنا نضرو معك عاود في الميدان ديالك سنيتي عجبك أخي استوديو ولا اللايف ها ها هي دير ناشي لايف دابا تيراس رس تيراس رس دابا أخي حيد عليا هادشي أخي تيراس رس تيراس رس بين اللايف أخي لا شي موال مزيون أخي نعشق فتاة أندلسية صغيرة شابة خورية بلا سبا أنا طنجاوي أنا طنجاوي أنا طنجاوي الغريب مراني سولوني في الغربة قالوا لي من أنت جاوبتم بالسربا لا تخمام بلا سبا سولوني في الغربة قالوا لي من أنت جاوبتم بالسربا لا تخمام بلا سبا ضربنا دورة عاد خويا دودو صحة شكرا تبارك الله عليكم تحية خاصة لخويا دودو متابعي شكرا تبارك الله عليكم تحية لخويا دودو تيري عليا الشيخ بالخير حقيقة في الدقيقة كاس العصير في كاس كبير تيري العصير في كاس كبير تيري العصير في كاس كبير صحة